المال لا يشتري السعادة هي مقولة مو كلياً خطأ، والسبب مو لأنه ما فيك تشتري الحب أو الصداقة أو الصحة بالمصاري، وإنما السبب أنه نحن بأغلب الأوقات عم نشتري الأشياء الخطأ لنسعد أنفسنا. الخطأ أنه نحن عم نشتري أشياء مادية بينما لازم نسعى لنشتري تجارب، والفرق جداً كبير. لما بنسعى لنشتري أشياء مادية مثل أحدث موبايل أو سيارة موديل السنة أو أكبر بيت أو غيره، هاي الأشياء المادية بتعطينا سعادة مؤقتة، والمشكلة أنه ما بترضينا على المدى الطويل، لأن دائما رح يكون في موبايل أحدث أو سيارة أجدد وبيت أكبر. وغالبا اللي بيصير لما بنشتري شيء مادي بنكتشف أنه منه بالروعة اللي كنا نحن متصورينه، وفجأة السعادة اللي كنا ناطرينها بتتحول لإحباط. ومن هون طلعت مقولة المال لا يشتري السعادة. لكن مثل أي شيء تاني، إذا بدنا للأمور أنه تتغير لازم نغير نظرتنا للأمور، وهون نفس الشيء تماما. خلينا نغير نظرتنا لشو ممكن نشتري بالمال لحتى يعطينا سعادة حقيقية. وجواب رأيي هو أنه نشتري تجارب، والسبب أنه التجارب قادرة تغيرنا للأفضل، وقادرة تصنع قصة حياتنا وتعطينا ذكريات حلوة تدوم للأبد. إذا اشتريت أحدث آيفون هذا ما رح يغير من شخصيتك، لكن إذا سافرت لبلد تاني مثلا هاي التجربة أكيد رح تعمل لك تغيير للأفضل. حتى التجارب السيئة ممكن تجلب السعادة، لأن التجارب السيئة مع الزمن تتحول لقصص جيدة وعبر تعلمنا منها. وطبعا الكل بحب يقضي وقت ويسمع للشخص اللي مجرب بالحياة، لأنه بيحكي لنا قصص وتجارب وبنحس إنه نحن عم نعيش هاي القصص والتجارب. لهيك المال ممكن يشتري السعادة، بس لما نعرف من وين نشتري. مجتمع الإلهام، شكرا كتير لأنكم خصصتوا الوقت لمشاهدة الفيديو. هذا كان مقطع من البودكاست الأسبوعية بودكاست شغف، اللي بنحكي فيها كل أسبوع عن الأمور اللي عنا شغف تجاهها وعن الرياضة وتطوير الذات. وأكيد بحب أدعو الكل يكونوا جزء من مجتمع الإلهام، وتحت الفيديو والوصف رح تلاقي رابط للمجموعات والأماكن اللي ممكن كنا نتعرف على بعض من خلالها. بالنهاية بتمنى تكونوا فعلا استمتعتوا بالفيديو وحصلتوا منه على فائدة، والتوفيق للجميع.